امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي حيا عمال مصر كلهم في عيدهم، وشدد الرئيس على اهتمام الدولة الكبير بالصناعات الكثيفة العمالة اللي هي فيها عمالة كتيرة، يعني خاصة صناعة الغزل والنسيج اللي بيشتغل فيها أكتر من مليون عامل على سبيل المثال. وقال إن ممكن الصناعة دي تساعد بشكل كبير في حل مشكلة البطالة اللي في مصر. قال الرئيس كده بالنص ان احنا بنعمل على تطوير الشركات ذات الانتاجية العالية في هذا القطاع الاستراتيجي والتحول الى الاساليب التكنولوجية ذات التقنية العالية وتدريب العمالة عليها بما يضمن خفض تكلفة الانتاج ورفع القدرة التنافسية لمصانع الغزل والنسيج المحلية في مواجهة المنتجات الواردة من الخارج. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده يعني اتجاه الدولة دلوقتي ان احنا نعمل حاجتين. نمرة واحد، ندرب العمالة اللي موجودة كويس قوي قوي قوي، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نخلي الانتاج بتاعنا اسعاره اقل بحيث ان المنتج بتاعنا ينافس المنتج اللي جاي من الخارج فنبيع اكتر فنبتدي نكسب. يعني هي دي الفلسفة اللي كانت بتشتغل بيها الدولة في الفترة الأخيرة، وأتمنى أن دي تفضل الفلسفة اللي نشتغل بيها في الفترة القادمة. أكد كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على توفير فرص العمل اللي موجودة للشباب، وأيضا على توفير التمويل اللازم للمصانع المتوقفة عن العمل في المجال ده الخاص بالغزل والنسيج، واللي بتيجي طبعا بتعاني حاجات كتير جدا، آلات ومعدات عندها مشاكل ما تمش التحديث بيها، ما فيهاش صيانة، حاجات كتيرة قوي حصلت محتاجين ان احنا نبتدي نبص عليها. برضو الرئيس ما انساش انه يتكلم عن الارهاب، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الجيش المصري العظيم بيخوض حرب مع رجال الشرطه البواسل، حرب قويه جدا ضد بؤر التطرف المختلفه، ده طبعا في سيناء وفي بعض المناطق اللي موجوده يعني. وقال الرئيس ان احنا مستمرين في مواجهه التحدي ده والعمل على اصلاح بيتنا من الداخل، وده إدراكا لضرورة مواجهة الأزمات اللي بتطال أمدها في الاقتصاد. أضاف كمان إن هو قال اعتمدنا للموضوع ده لمكافحة الإرهاب خطة طموحة كمان للإصلاح الاقتصادي الشامل بترتكز بالأساس على دعم المنتج الوطني. طيب ده إيه علاقته علاقة الإرهاب؟ لما يبقى عندك مشكلة في فقر وفي بطالة وفي حاجات كتيرة قوي، انت محبط كشاب او محبط بيبقى في ابواب كتيرة بتتفتح لك. لما يبقى عندك بقى فرص عمل دلوقتي موجودة، لما يبقى عندك مصانع بتتفتح، لما بيبقى عندك انتاج قوي كمان، انت تحس انك انت عملت حاجة. وهنا بقى تبتدي بقى زيادة الصادرات تبتدي تجيلك، نبتدي نجذب مزيد من الاستثمارات، وكل ده يؤدي فرص عمل للشباب، وده يؤدي في الآخر لتوفير مستوى معيشي لائق اللي بيستحقه كل مصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته كمان أعرب عن شكره واعتزازه لعمال مصر الشرفاء، وجه لهم التحية، ووجه تحية كمان للكادحين علشان يعيشوا حياة كريمة. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تحية للقطاع الخاص، وده شريك أساسي في التنمية، وأشار قال إن هذا الشريك اللي هو القطاع الخاص بيفتح أبواب رزق وبيتيح فرص عمل جديدة، ولكنه في نفس الوقت ناشد أصحاب الأعمال الشرفاء إن هم يستمروا في حل المشكلات اللي بتواجه عمالهم، وإن هم يصونوا حقوق العمال، وإن هم يقوموا بدورهم في المسؤولية الاجتماعية تجاه هذا الوطن. وإحنا هنا بنتكلم عن الفلسفة من وراء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، كنت بقول لكم قبل الفاصل كتير ناس كتيرة بتقعد تتكلم تقول إحنا لازم كلنا نشتغل، لازم كلنا نعمل. طيب يا عم، وأنا حد قال لي تعالى اشتغل وأنا ما اشتغلتش؟ تلاقي شباب كتير على طول تقول الجملة دي. طيب هو حد طلب مني حاجة وأنا قلت لأ؟
طيب هو حد طلب مني حاجه، طب انا بنزل ادور، انا بنزل اعمل، مفيش حاجه، طب انا معيش فلوس ابتدي مشروع، معيش فلوس اعمل حاجه، معيش فلوس. طيب هسالكم سؤال واحد، البنات اللي عملوا العربيه بتاعت الهمبرجر كان معاهم فلوس؟ سؤاله. السوريين اللي جم من اخر في ناس جت معاها فلوس صح وابتدوا بيزنس وعملوا حاجات، بس في ناس تانية ما كانش معاها فلوس وابتدى يدور وابتدى يعمل. انا في ولد سوري شفته في مطعم بتاع فول وطعمية واقف بيسرفس على الترابيزات الصبح، الكلام ده واقف بيسرفس على الترابيزات وبتاعه وبيخلص بالليل، كنت رايح باكل في مكان تاني في يوم تاني لقيت برضه الولد ده، الله يا ابني هو مفيش غيرك هنا ولا ايه في اكتوبر؟ فراح قال لي لا ده انا الصبح ببقى هنا وبعد الظهر ببقى هنا علشان بطلع كذا. قلت له طب انت في الاخر بتاخد كام يعني؟ الولد ده قال لي يعني في حدود 3.5 4.5 في الشيفتين 4500 جنيه ولد. وقال لي دي بدايه، هبتدي، انا ببتدي بس، ببتدي وهعمل وهعمل وهعمل. عنده طموح. البنتين ياسمين عندها طموح وما لم تيأس. الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف جامد بصراحة، ولولا تعليمات السيد الرئيس كانت يعني ولا كان حد هيسأل فيهم. كلمكم منتهى الأمانة، ولا كان حد هيسأل فيهم، بس الرئيس عبد الفتاح السيسي ده اتجاهه الشباب وإعطاء الفرصة للشباب، تجديد الدم، الشباب عندهم طاقة. الرئيس مؤمن بده، مؤمن بأن في فكر جديد موجود دلوقتي على الأرض، والشباب سافر وشباب كتير شاف تجارب أخرى وشباب كتير عايز ينفذ حاجة على أرض الواقع. زي ما الشباب عليهم دور، أنا بقول إن الدولة برضو عليها دور، يعني مش معقولة كل واحد يشتغل بقى ينزل يشتغل برضو مع نفسه، لا الدولة عليها دور.